ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده احنا عند سعد في سوق الخميس، مصوره لكم عنده جولتين قبل كده. عنده حاجات حلوه قوي، كل سجاد ايكيا موجود عنده، والسجاد التركي كلها خامات حلوه جدا. عامله كام؟ متر ب50، عامله 100 جنيه. متر ب2، متر ب2، عامله 100 جنيه ايكيا. هو بيبيع يا حبايبي خامات، بصوا كل الاشكال ايه الحلوه موجوده، كل الاشكال دي جديده النهارده. تابعي معايا الفيديو للاخر، الاسعار معانا من اول 10 جنيه. ايوه 10 جنيه بس، بقى ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه. ورينا بقى ابو 10 جنيه كده يا سعد. في بس ناقصه الوان، يعني في حاجات كتير بان منها، بس بص هو بيجي منها اشكال كتيره جدا. وريني اللون ده، ورينا واحده. طب ورينا واحده. بص هو خامتها جلد من ورا، يعني تقدري تغسليها في الغساله مش بتبوظ. عامله 10 جنيه ومساحتها كبيره قوي. دي لو جبتها من اي مكان بره تجيبها ب 25 جنيه. في الوان كتير بس الوان اتنقضت مننا. بصوا في الوان كتيره، بينزل بقى عنده البني وعنده البيج، عندي الوان كتير بس وظهرها جلد اهو سيليكون. مكان عند جامع الانصار. طب ورينا دي كده، ورينا دي. دي حاجه زي كده اهو، دي عامله كام بقى؟ عامله 15 جنيه اهي. بس بصوا دي سجاده، دي سجاده مش مشايه بس تقيله جدا، عامله 15 جنيه، شكلها حلو قوي. وريني اللي هي ام 15 الثانيه كده، الاشكال الثانيه ام 15. لا في حاجات زي كده اهو، الكمبيوتر ب 20 جنيه. حاجات جاهزه زي كده اهو. ورينا. طب مفيش عربي. عامله 20 جنيه دي. دي حاجات كمبيوتر، دي سجاده. وريني اللي معاك دي. دي عامله برده 20، دي خامات، يعني ما تهتميش بالشكل قوي، هي الخامه فعلا حلوه. بصوا حلوه قوي، وكمان تنفع دواسه للبلكونه، للمطبخ، للقدام باب الشقه. الحاجات دي برده بتستحمل قوي في الشتاء كمان. بصوا اللي في النبيتي دي، وريها لي كده. كام دي؟ بكام دي؟ وريني النبيتي دي كده يا سعد، والخضرة. بصوا النبيتي دي حلوه قوي. اي واحده ب 20؟ اي واحده من دي ب 20. اه بصوا الاشكال، ورينا ورينا الاشكال الحلوه دي. بصوا خامتها زي السجاده بالظبط. اهي الكمبيوتر ما بتدوبش. دي نوعها ايه؟ كمبيوتر. عيبها ما بتدوبش. ما بتدوبش؟ اه ما بتدوبش. بصوا اشكالها. بصوا كمان اللبني ده، ورينا اللبني ده كده يا سعد. وريني واحده من نجيله كده. بصوا بيقول لكم ما بتدوبش، حلوه قوي. يعني حته ب 20، حته ب. دي عامله كام بقى؟ عامله 20. عامله 20، حلوه قوي. بصوا سعرها حلو جدا اهي، كبيره مش صغيره. انا كنت جايبه منها الصغيره كانت ب 25. بصوا دي قد ايه؟ ب 20 جنيه، حلوه قوي. عامله 20 جنيه، تنفع قدام باب الشقه، تنفع للبلكونه، شكلها جميل كمان وحجمها كبير. دي معانا متر في 3. عامله كام بقى؟ المتر ب 50، يعني دي كلها ب 150. دي متر في 3 بس. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها حلوه جدا. وفي عنده اشكال كتيره قوي. فين ام 100 جنيه؟ اشكال كتير، لكن 100 جنيه بس. كل الاشكال دي عامله 100 جنيه اهي. ورينا كده حاجه منهم، هيوريكم دلوقتي اشكال كتير. زي ما انتم شايفين الفرش زحمه جدا. دي عامله 100، دي عامله 100. ده شغله كله ايكيا اهو. بصوا في الساده وفي ده. ايوه وريني الموف دي، وريها لي. دي عامله 100 برده، دي عامله 100 جنيه برده على بعضها، حلوه قوي. في برده اشكال كتيره اهي. طب ودي عامله كام؟ القطعه من دي عامله كام؟ استنى اوريكم حاجات ثانيه معانا برده. بصوا السجاده دي شكلها حلو قوي. دي متر في 2 ولا متر في 70؟ دي متر ونص في 2 بس شكلها حلو جدا، خامتها عامله زي قطيفه كده اهي. كل ده شغل ايكيا. عامله كام دي؟ عامله كام؟ تصدق بلامه والماليه. عامله كام دي يا سعد؟ يا سعد دي عامله 300 جنيه، حلوه قوي، بدل 350. في برده معانا الشكل ده. عامله كام دي؟ عامله كام اللي هي فردها دي؟ دي عامله 90 جنيه. بصوا حجمها قد ايه، حجمها حلو قوي، متر في متر ونص، حلوه جدا وخامتها زي السجاده اهي، شكلها حلو قوي. دي عامله، بصوا دي متر اهي، في متر ونص، شكلها حلو قوي، ب 80 جنيه بدل 100 جنيه. بصوا شكلها، شكلها تحفه. ده برده كل شغل ايكيا، زي برده اللي هي ام 150 اللبني دي، نفس الشكل ونفس الخامه، كل ده شغل ايكيا اهو يا حبايبي. عامله 80 جنيه بس، حلوه قوي. السجاده كبيره. بصوا حبايبي كل السجاد اللي قدامكم ده ايكيا، 2 في 3، الواحده عامله 900 جنيه اهو. ده بقى مقاسات كبيره، في 2 في 3، في 2 في 5، في 2 في 2، يعني احجام. كل الشغل اللي عند سعد هنا بتاع ايكيا، هو بيفرش جنب بولاد او اولاد النمكي على طول، عند مجمع الانصاري في سوق الخميس في المطريه في شارع الترول. ودي عامله 80 برده، دي
دي عامله 80 جنيه برضو الشكل ده اهو، حلوه قوي، عامله 80. اي واحده من اللي هيفردها لكم دي عامله 80 جنيه. وريني اللي هي تحت رجلك دي كده، اللي هي تحت رجلك على طول. ايوه بصوا الشكل ده هوريه لكم برضو، بصوا حلو قوي. دي مشايه طويله تنفع للمطبخ وتنفع للطرقه. عامله كام دي؟ عامله كام؟ 140 جنيه. اي حاجه يا حبايبي من اللي عنده هنا، دي ده شغل ايكيا، يعني السجاده تعيش معاكي العمر ومش بتدوب ولا بيحصل لها اي حاجه. ودي عامله كام بقى؟ 130. دي عامله 130. دي متر في متر ولا متر في متر ونص؟ متر في متر ونص. بصوا الخامه، الخامه بتاعتها تقيله فعلا اهي، وهي خامتها زي فرو كده وسجاد من ورا اهو، كله شغل ايكيا. دي عامله كام قلت لي؟ 130. 130 حلوه قوي. بصوا دي كمان عامله برده 130. الاسعار عنده هنا حلوه، من اول 10 جنيه لغايه 900 جنيه السجاد ده اللي انتم شايفينه كله. وفي تركي وفي ايكيا وفي برده انواع كتيره جدا. معانا هنا برده دي سجاده ولا مشايه؟ الله شكلها حلو قوي. عامله كام دي؟ عامله 140. عامله 140 جنيه بس، حلوه قوي. بصوا زي ما انتم شايفينها كده شكلها شيك جدا. دي متر في متر في 120 في 2 الا ربع. 120 في 2 الا ربع عامله كام؟ 140 جنيه. 140 جنيه حلوه قوي، سعرها حلو، شكلها كمان تحفه قوي زي ما انتم شايفين كده، حلوه جدا. دي برده عامله 140. وريها لي كده، وريها لي بس، وريها للمتابعين. بص حبايبي برده دي شكلها تحفه، عامله 140 جنيه اهي. خامتها عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي، الحاجات دي بيقول لكم ما بتدوبش، شكلها جميل برده. يا كابتن بصوا معانا برده الشكل ده، مشايه طويله اهي. عامله كام دي؟ 150. دي عامله 150. متر في 2 ونص، متر في 2. طب وريها لي انت، داريت عليه. بصوا شكلها تحفه بصراحه، البيضه دي حلوه قوي اهو، كل ده شغل ايكيا بجد، حلوه جدا شكلها كده، قيمه وشيك. عامله 150. دي عامله 150، متر في 2 ونص اهي. بصوا شكلها، شكلها حلو قوي. كل سوق بيجيب حاجات مختلفة، هو بيفرش جنب أولاد النمكي على طول في سوق الخميس في المطرية. هسيب لكم رقم تليفونه في أول تعليق مثبت للتواصل، لو حابة تيجي مش عارفة، لو عايزة تسأليه مثلا جاله شغل جديد برضو، هسيب لك الرقم التليفون للتواصل، تواصلي معي. في مشاية مترين أهي عاملة 50 جنيه. بصوا دي مترين وعرض 50، عاملة 50 جنيه بس، حلوه قوي المشايه دي. عايزه اقول لكم ان خامتها حلوه جدا، بصوا عامله زي ما يكون يدوي كده او معموله بالخوص، حلوه قوي، عامله 50 جنيه بس. بصوا حبايبي دي ام 700 اللي هي الشكل، الشكل الزجزاج اللي انتم شايفينه ده. طب تعالى كده نوريها له. بصوا اهي دي السجاده اللي هو قال لي 900 بس، اخرها للمتابعين 700 جنيه اهي، 2 ونص في 3 ونص، عنده اسعار كتيره جدا اهي. ودي عامله كام اللي هي الشكل ده؟ عامل كام؟ ده 350. 350 كبير قوي. مقاس كبير كام في كام يعني؟ 2 ونص في 3 ونص ب 350. اسعار اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجات كتيره جدا، الاسعار عنده من اول 10 جنيه. طب والنبيتي دي يا سعد عامله كام؟ النبيتي دي 140. وريها لي كده، وريها لي كده، افردها كده وريها لنا. متر في 2 ب 140 جنيه. متر في 2 ب 140 جنيه اهي، ده شكلها حلو قوي. دي ايكيا برضو ولا عادي؟ دي عادي. دي عادي اهو، بس بره ب 200 معروفه في اي حته. معروفه ب 200. وريني الحمراء دي كده، ايكيا برضو، حلوه قوي. عامله كام الطويله دي؟ 20. الدواسه الطويله دي عامله كام؟ 170. دي ب 150. دي ب 150؟ معلش يا حبيبتي، الطول ده عامل كام؟ 140 جنيه. الله شكلها حلو قوي. دي عامله كام بقى؟ عامله كام دي؟ 150. دي ب 150. متر في 3؟ 80 في 3. 80 في 3 ب 150 جنيه بس. بصوا شكلها عامل ازاي، دي شكل اللي هي السجاده ال 300 جنيه اهي، يعني في منها سجاده وفي منها مشايه طويله بالشكل ده، شكلها حلو قوي. ورينا كمان الشكل ده. دي عامله كام قلت لي؟ 100 وكام؟ ما في 150 وفي 140. لا اللي هو فاردها دي، دي عامله 150. دي عامله 150 جنيه، حلوه قوي. 80 في 3 متر. في قرص جميله جدا. قرص؟ لا شكرا. دي عامله 150 جنيه زي ما انتم شايفين كده، بصوا شكلها حلو قوي. ورينا اللون النبيتي ده كده تاني، معلش هوريكم اللون النبيتي بتاعها، حلو جدا اهي. الواحده عامله 150 جنيه، كل ده ايكيا، بصوا شكلها حلو قوي. معانا برده هنا شكل تاني حلو قوي اهو،
دي عامله كام بقى؟ ما دي المتر، المتر في 3 عامله 150 جنيه. دي متر في 3 عامله 150 جنيه. دي مشايه برده زي اللي انا وريتها لكم دول اهي، تنفع للطرقه تبقى حلوه قوي الشكل ده. اشكال كتيره جدا اهي زي ما انتم شايفين كده، الاسعار من اول 10 جنيه. وفي كمان مشايات النجيله تحفه هوريها لكم برده، تعالوا نشوفها تاني. هو هنا بيفرش جنب عم السيد وجنب اولاد النمكي على طول في المطريه. بصوا بقى مجموعه كبيره جدا من النجيله اهي، وكبيره يعني دي لو رحتي اشتريتيها من اي مكان هتجيبيها ب 50 جنيه، عنده الصغير وعنده الكبير، الحته ب 10 وفي ب 20 جنيه. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، هسيب لكم رقم سعد في اول تعليق مثبت للتواصل معاه، ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناه. باي باي، مع السلامه.